مرحبا بكم على أصوات. وصدقت عليها الهيئة العليا للسمع البصري بقرار صادر يوم 29 مارس الأخير. إذن كلكم منتظر اللي تعرفتوا عليه. ضيفنا اليوم هو وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة مصطفى التوفيق. مرحبا بك. شكرا لكم وشكرا على هذه الاستضافة. أنا لم أثير زوبعة، بالعكس هذا جزء من نقاش ديمقراطي في بلادنا، نقاش إيجابي صحي يعكس بداية مصالحة مواطن السياسة واهتمامه بما القرار العمومي. الرد غير يكون بعد غنسولو وتعاود تجاوبنا ونعطيك الوقت الكافي. تحضر معايا لمحاورة الضيف أحمد نجيم، مدير موقع الإلكتروني جود. مرحبا بك أحمد نجيم. مرحبا بك لاله خديجة، ومرحبا بك جود عندكم. إذا ضيفنا مصطفى الخلفي والزوبعة، يمكن هو ماشي تقييم لها زوبعة ولكن في رأي مجموعة الناس هي فعلا زوبعة وغنشوفوا علاش. إذا ضيفنا ضيف الساعة اليوم مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. مصطفى الخلفي، ضفت التحملات للقطب العمومي، كيف قلت أنه شفتوا الإعداد ديالو، كانت المصادقة عليه من طرف الهيئة العليا للسمع البصري حسب القانون الجاري بالعمل يوم 29 مارس الأخير. اليوم كانت ردود أفعال كثيرة على هذه التحملات، ومن ضمن ردود الأفعال المعنيين بالقطاع أنفسهم، ومن بين المعنيين المدير العام للقناة الثانية اللي خرج وعنده مجموعة الملاحظات. احنا غنبداو معك بالراصد ونشوفوا كلام سليم الشيخ ونرجع معك. الراصد أصوات الجرأة والموضوعية. دفتر التحملات جديد، اعتبر إعلامي ولا تفهم منها رسالتي إعلامي ومشاركة مع الناس ديالها مع المعنيين ديال القناة، اعتبر من طرف إعلامي كشبكة رياضية وليس دفتر التحملات. يعني التفاصيل التي تكون فيها دفتر التحملات بالنسبة لنا اختصاصات ديال المهنيين، وكان يمكننا على الأقل نعطي الرأي ديالنا بطريقة باش تبين السيارة. نعطي أمثلة، دفتر التحملات كيدخل في البرامج ولا التفصيل ديالها ولا المدة الزمنية بل وحتى نوعية التوجه العام ديال القناة. دفتر التحملات تم فيه بطريقة أحادية تدقيق هوية القناة، يعني هو الجديد اللي دوزان اكتشفناها بعد الاصدار تاع التحولات. يعني دوزان قناة الجهوية والحوار والثقافة، ما عندهاش مع الاهداف الهدفية، ولكن الجهوية كتكونش منزلة، كتخصها تاخذ بعين الاعتبار طريقة القناة، الرأي ديال الجمهور، يعني الانعكاسات على المنتج الاقتصادي. دوزان كانت قناة اللي لعبت دور منذ 20 سنة، دوزان لعبت دور في المجتمع وفي العصر ديالو، ولكن هذا المجتمع متسامح ومنفتح، وكان عندها توازن ما بين الوظيفة ديال الترفيه. مصطفى الخلفي، استمعنا لسالم الشيخ هو المدير العام
القناة الثانية، وكان هذا حوار مع ضيف أصوات يوم الثلاث في الصباح، رد يعني مجموعة هذه المسائل الكثيرة اللي قالها. نبدأ يمكن نقطة نقطة. كان النقطة الأولى اللي هي نقطة المنهجية، لأنهم منهجية لكم ما كانش تشاركية، وأنها منطق أحادي اللي اشتغلتوا به. رد تفضل. في الحقيقة أنا جد مفاجئ، لأنه بعد مسابقة على البرنامج الحكومي يوم 24 يناير تمت الدعوة إلى لقاء مع مسؤولي القطب العمومي. ذلك اللقاء حضره مدير عام القناة الثانية شركة سوريا الدوزان، وفيه تم اتفاق على أن تنطلق عملية تشاركية لإعداد فترة التحملات. المدير العام بعد ذلك اشتغل واتفقنا على اللقاء بعد أسبوعين، وهو ما يتم يوم 17 أبريل. كان لقاء في القناة الثانية يوم 17 أبريل صباحا جمعة صغاقة ساعات. في هذا اللقاء تسلمت وزارة الاتصال مذكرة تحت العنوان تحدي فقرة تحملات القناة الثانية الحصيلة والآفاق، واختتمت بوثيقة سميت بفقرة من أجل تصوير دفتر التحملات. 17 أبريل هذا اللي 17 فبراير. لأن أبريل هو نعم. شكرا. 17 فبراير فاش تسلمنا الوثيقة كنظن بأن السيد سليم مطلوب أنه يرجع للمادة 19 الهوية التحريرية ديال القناة، الهوية ديال القناة اللي كاينة الآن في دفاتر التحملات المصادق عليها وفق القانون، ويقارنها مع ما اقترحته القناة. القناة اقترحت عدد من الأمور. أنا رجعت التحملات الجديد اللي تبقى لي 23 هذا التحملات الجديد. نعم. القناة فاش جلسنا معهم قدموا لنا واحد مذكرة ديال المقترحات. نعم. تلك المذكرة تمت الاستجابة لها كاملا. غير واحد الفرق، لأن سليم الشيخ سولنا في هذه المسألة وتقول احنا فعلا اتصل بنا الوزير وأننا أعطينا ملاحظات ولم نعطي قرارات أو لا اقتراحات. أنا هنا كان جاوبك بالاطلاع على ذلك العنوان وقراية المستمعين. من أجل تطوير دفتر التحملات يمكننا اقتراحات. أيوه. والعنوان اذا هذه الوثيقه اللي سلموا لي. نعم. الحصيله المهنيه حصيله والافاق من اجل تطوير دفتر التحملات. نعم. وهذه الوثيقه الثانيه اللي مع المهنيين جيتي قلت لي راح لا قرا الوثيقه مقترحات عمليه من اجل دفتر التحملات في خدمه المقاولين الى تاريخ هذيك. نعم. هذه بتاريخ 6 مارس 2012 يعني قبل من المصادقه باسبوعين او لا. اذا احنا اشتغلنا واحد العمليه، جلسنا عطاونا مقترحات، تلك المقترحات تم ادماجها. نعم. نرجع لواحد الماده 19. للاسف الشديد التعامل الانتقائي مع دفتر التحملات سبب لغط على القضيه ديال التعدديه والانفتاح. غنرجعوا للسلطه على القضيه ديال اللغط. انا ملي كنقول لها لانها مهمه وماشي ملاحظات. طيب. ماشي غير ملاحظات ديال سليم الشيخ، ملاحظات مجموعه من المنهجيه هذه بعد ذلك اول مره. نعم. كتم اوسع عمليه تشاركيه في اعداد دفاتر التحملات. ديال 2006 و 2009 مروا في صمت. لا 2006 و 2009 حنا سولنا وزراء الاتصال اللي كانوا قبل باش تجي التصريحات ديالهم، وكان عندنا خالد الناصري ايضا يوم الثلاثاء اللي تيقول انه هو عنده المبدا التشاركي، وان يمكن كملاحظه ان يمكن مصطفى خلفي تجاوز واحد الخط احمر لانه له دخل في دفتر التحملات. انا جايب هذه القضيه، انا نجي ديال السي بعد ديال السي الناصري ما سمعتش الراي ديالو، ولكن القضيه ديال التدخل في البرمجه. نعم. لا قارنا دفتر التحملات الحالي مع دفتر التحملات السابق. التدخل ديال السابق في البرمجه اشد من التدخل ديال هذا. وهنا يمكن بمعنى ان في السابق كان كيحدد بعدد الساعات سنويا. نعم. كان كيحدد بالبت، كان كيحدد المضامين، كان كيحدد الشبكه باكملها. لا كيحدد عدد الساعات اجمالا، ولكن انتم حددتوا بالاسبوع البرامج الحواريه وشكون خصو يكون فيها. لا وانا بالنسبه للتحملات كتقولوا ان بالنسبه للبرامج الحواريه اللي المجتمعيه خصو يكون فيها بالضروره افراد وكتعيدوا لا سمحتي تعطيني هذا الايباد اللي كاين هو على نقطه على المساله ديال التشاور. على الاعدادي عنده الايباد يمكن غير الميكرو باش يمكن نسمعوا. تفضل. لا ما هو التشاور هي انا اتصلت مجموعه من المدراء ديال القنوات وكلهم اكدوا اللي قالوا سيمشي. نعم. تيقولوا بانهم
ما كانتش منهجية تسارقية بأنه ما تخبروش بضفة التحملات إلا إلا ساعات قبل المصادقة عليه، وبأن النهار الأول يعني أن هذا هو النقاش الكبير بالنقطة التسارقية. أنتم كتقولوا بأن كانت منهجية تسارقية والمعنيين ماشي غير سليم الشيخ، سليم الشيخ يمكن كان عنده جوج أعذار والأخرين اللي يعني بما أنه الطب العمومي ديال القنوات كيأكدوا بأن بصح ما كانتش القناة الأولى. نعم، رد مصطفى الخلفي. جواب بسيط هو أن الإنسان خصو يتحمل مسؤوليته فاش يقدم مذكرة وتقع استجابة لمضامين المذكرة. دفتر التحملات القديم تطبيق البرامج. طيب لا سمحتي لي، دفتر التحملات القديم شنو كان فيه؟ اكتشاف العالم والحضارات وانماط العيش والتاريخ والعلوم الانسانيه والطبيعه وحياه الحيوانات والعلوم والتقنيات. هذا التدقيق اللي كاين هنا كاين في دفتر التحملات القديم. نقط الالتقاء. طيب حتى ماشي نقط الالتقاء، انا نقول لك الاكثر من ذلك. اعطي مثال معايا، تبت الشركه وبكيفيه منتظمه وعلى الاقل كل يوم جمعه. هذا تدقيق من التدقيقات. اذا القضيه البرمجه تخدم النموذج البرمجه اللي هو واحد. انا نعطيك واحد المثال مصطفى الخلفي، مشيت انا نعطيك واحد المثال في شبكات البرامج. لا حريه وانا كنجبد عندي القانون الاطار اللي كي يأثر السمعي البصري اللي تيقول بصريح العباره على انه القنوات او شركات التلفزيون والقنوات عندهم الصلاحيات الكامله وعندهم الحريه في انهم هما اللي يصيغوا البرامج. كنعاود السؤال اللي قالوا مصطفى، اللي قالوا سعيد خالد الناصري، واش ما تعديتوش خط احمر انكم دخلتوا في شبكات البرامج وما خليتوش التوجه العام، لانه من بعد ان العاملين يكون عندهم مجال اطلاقا اطلاقا. اللي نقول لك نخدم النموذج ديال نموذج مثال هو البرامج الحواريه مثلا، كيقول لك يحضروا عالم دين واكاديمي، كيفاش غيحضر لي عالم دين باش نهضروا مثلا على قضيه بحال الشغب في الملاعب؟ نعم. واش خصنا نجيبوا الخبزمي باش يقول لك هذا حرام؟ هذا هو اللي كنقولوا. قلنا حلال حتى البرامج هنا كاين المشكل. فتاويل الخبزمي كيجي كيقولوا بان البرامج الحواريه خصني شكون اللي يحضر ليها؟ دونك هنا اللي كتبقى هي المتدخلين في برنامج كيكون هذا.